الحقيقة يا جاسي، شبابنا الواعي، شبابنا المثقف دايما بيرد على الشائعات بطريقة أو بأخرى، وهو ده الحقيقة أكتر حاجة بتلفت النظر، إن إحنا دايما عندنا شباب واعي ومثقف وذكي وبيظهر فيه حبه لبلده، وهو ده كمان اللي لفت نظري حقيقة. ولأن في طالب عمل الطالب ده في الفرقة الرابعة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، قرر ان هو يعمل حاجة ظريفة جدا ولطيفة جدا، قرر ان هو يستغل موهبته في الخط العربي بانه يرسم جداريات مختلفة على اسوار الجامعة عشان يقدم حاجة يخدم بيها جامعته. انت متخيلة يا جاسي المنظر الجمالي اللي الطلبة هيشوفوه، وكمان عمل ورش عشان يعلم زمايله الخط العربي. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا الرسام المبدع المحب لبلده اللي قرر ان هو يعمل الجداريات الجميلة دي، محمد سعيد الطالب بكلية أزهر. مساء الخير يا محمد. نور. محمد، انت قررت انك انت تستغل موهبتك في انك ترسم جداريات مختلفة على أسوار الجامعة، يا ريت تقول لنا الموضوع بدأ معاك ازاي وجات لك الفكرة دي ازاي؟ مبدئيا اهلا بحضرتك، انا مبسوط طبعا ان انا موجود على قناة دي ام سي. الموضوع بدأ معايا من زمان، يعني كانت هوايتي الخط العربي، وبعدين كبر ان انا دخلت مدرسه الخط العربيه وخدتها بجانب الثانويه، وبعد كده دخلت الجامعه. كان نفسي يعني ان انا احط بصمه للجامعه، ليا بصمه ليا في الجامعه. ايوه، ان انا ارسم جداريه او حاجه تكون ليا بعد ما امشي من الجامعه واسيبها، تكون حاجه من ما ارجع الاقيها، حاجه تدي شكل للكليه كده يعني. تمام. انت مش بس يعني انت ما اكتفيتش بالجداريات دي، انت كمان نظمت ورش عشان تعلم زمايلك الرسم بالخط العربي، فيا ريت تقول لنا كده رد فعلهم كان عامل ازاي. بالظبط، هو الخط العربي يعني هو يعتبر هويتنا، يعني نص هويتنا طبعا. هويتنا بنتكلم وبنكتب، فاللي هو يعني نص هويتنا الكتابه للخط العربي. فانا يعني شايف ان هو مهمش، او الفن ذات نفسه يعني مهمل شوية، مع ان في طلاب كتير بتحب ان هي تحسن خطها، وتحب ان هي تكتب بحاجات بخطوط تانية، وتعرف ايه هي انواع الخطوط. طبعا دي حاجة يعني مهمة جدا جدا. عموما احنا بنشكرك جدا محمد سعيد الطالب بكلية الزراعة.